بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما والله عالم بذات الصدور الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاكوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الدغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تجري من, تحتها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين امنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأوفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون إن تُقْرِضُ حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم